نروح بقى مع حضراتكم. سجل الإسباني روبرتو رودريجوز الفائز هنا بلقب أقوى رجل في العالم 4 مرات، رقم قياسي جديد. عمل إيه بقى؟ رفع إطار بيبلغ وزنه اللي حضراتكم شايفينه ده 573 كيلو جرام، ده خلال مشاركته في دوري القوى الوطنية لعام 2020. ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية هنا أن روبرتو رودريجوز بطل إسبانيا الحالي، هو وزنه 153 كيلو جرام برضو تحديدا، فاز بلقب أقوى رجل في العالم بعد تمكنه من قلب إطار بيزن زي ما حضراتكم شايفين 573 كيلو جرام، ده في وقت تقريبا 16 ثانية، وكمان قام بعمل لفة تانية كده في وقت إجمالي تقريبا تراوح بين 30 ثانية عشان يسجل كمان رقم هنا قياسي جديد. أنا مش عارفة ده تم إزاي بس هو حصل.